عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. عن عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم هو الجهني، وقد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم هل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يسمع. هو أدرك زمنه، ولو قيل إنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه من قبيل مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة. فعن عبد الله بن عكيم مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا، من اسم شرط وهي تفيد العموم، وقوله من تعلق، وكلمة تعلق تشمل ما علقه الإنسان على نفسه أو علقه على غيره لصبيانه. ثم إن التعبير بقوله من تعلق ولم يقل من علق فيه فائدة، تلك الفائدة أن تعلق توحي بأن هناك إقبالا وتوجها إلى هذا المعلق، فكأن قلب هذا الرجل أو هذا الإنسان قد تعلق بهذا الشيء المعلق. وقوله عليه الصلاة والسلام شيئا، هذا يوضح ما جاء في مفهوم النصوص الأخرى في أصول الفقه. النص إذا جاء لبيان الواقع أو لغالب الفعل الذي يكون فيه أهل ذلك العصر يكون لا مفهوم له. فمثلا مر معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل وفي يده حلقة من صفر، قلنا إن هذا النص لبيان الواقع فلا يفرج ما عداه، فلو علق خيطا أو علق حلقة من حديد فإن الحكم باقي. هذا أخذناه من ماذا؟ أخذناه من دلالة المفهوم. هذا المفهوم الوارد في النصوص نطق به هذا الحديث. ففي أصول الفقه فيه منطوق ومفهوم، منطوق هو منطوق الحديث، المفهوم هو ما يفهم من الحديث. فجاء هنا التصريح بأن من تعلق شيئا، أي شيء، لأن شيئا نكر في سياق الشرط فتفيد العموم. إذا علق خيطا أو حبلا أو وضع خشبة أو خرزا أو حديدا أو نحاسا فإن الحكم باقي. ما جواب الشرط؟ لأن اسم الشرط يتطلب جوابا، جواب الشرط وكل إليه. فلو قلت من تعلق شيئا ثم سكت ما فهم السياق، فلما قال وكل إليه فهذا هو جواب الشرط. فعاقبة من تعلق شيئا أن يوكل إليه، بمعنى أن يفوض إليه وأن يكون موجها إليه ويتخلى عنه الله عز وجل. ومن تخلى الله عز وجل عنه ووكله إلى نفسه أو وكله إلى غيره فإن عاقبته إلى قل وخسارة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد فاطمة أن تقول عند كل صباح ومساء: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكونه يقول عليه الصلاة والسلام وكل إليه يعني يوكل إلى هذا الشيء، وهذا الشيء الذي يوكل إليه قد لا يكون حريصا على مصلحتك أكثر من حرص نفسك على مصلحتك. فإذا كانت النفس لو وكل إليها الإنسان خسر، فمن باب أولى لو وكل إلى غير نفسه. ويستفاد من هذه الجملة وجوب تعلق القلب بالله عز وجل، لأن هذا النص جاء في سياق الذنب، فيفهم منه أن من تعلق بالله عز وجل كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويستفاد منها أن من تعلق شيئا فإن الإيمان قد زال منه، إما أن يزول الإيمان كله بحسب اعتقاده، وإما أن يزول كمال الإيمان. ما الدليل؟ قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ففهم أن التوكل هو سبيل المؤمنين، وأن من لم يتوكل فليس بمؤمن. ويستفاد منها أن حاجة القلب إلى الله عز وجل حاجة ضرورية لا يستغني العبد عن ربه طرفة عين، وأنه كلما نقصت هذه الحاجة وقل الالتجاء والاعتماد على الله كلما خسر العبد.